تصحيح ضخم ضرب أسواق، مش هيك؟ من نظرة أنت ممكن تشوف هذا الأمر كتصحيح، من نظرة أخرى أنت ممكن تشوف هذا الأمر كانهيار. أول نظرة الأفضل وهي نظرة التخفيضات، إمكانية للواحد يعزز بأسعار جيدة جدا، مع أنه شفنا هبوط بالبيتكوين وقلنا لكودي ب 400 مليون دولار وشفنا إثيريوم هبطت كمان هي وشفنا عملات بديل تنزل ب 15-20%. إذا منتابع شو عم بيصير حول الحيتان الضخمة بيك لحظات هي عم تشتري وهيمنة البيتكوين بارتفاع. شو عم بيصير أعزائي وشو هو المنتظر بالأيام الجاية علينا؟ كله بهذا الفيديو. إذا هذا الأمر بيعجبك وبيفيدك ادعمني بلايك، اشترك بقناة تري، سبسكرايب تحت، وأهلا وسهلا فيك. أعزائي كل عام وأنتم بألف خير، عيد الفطر خلص وإسا رجعنا على الشغل. هات نشوف شو عم بيصير حاليا بالأسواق، شو هو السبب من وراء هذا التصحيح. أول شعلة لهذا التصحيح إجا من الأسواق التقليدية، جاء من السوق الأمريكي بعد ما شاف الدولار ارتفاع بتضخم وصل إلى 3.5. هذا الارتفاع بتضخم البداية ما أثرش كتير على الأسواق، كان أمور عادية، صاروا الناس تحكي إيه ممكن الفيدرالي ما ينزلش الفائدة هاي السنة والأمور عن شكل، ولكن ما سببش لوحده هبوط بالأسواق. اللي صار وحصل هو يوم الجمعة البارحة طلعت تقارير المالية، قوائم مالية لجي بي مورغان وويلز فارغو أكبر المصارف بأمريكا، وشافت انخفاض بأرباحها ب4% بالربع الأخير الموجود فيه. فلذلك أول تصحيحات جاءت من S&P 500، وشفنا انخفاض من القمة لسعر الحالي ب3%. الواحد ممكن شوي يضحك الواحد يضحك لما يسمع 3% تصحيح، ولكن اعرف ب S&P 500 بسوق الاسهم عموما، ولكن ب S&P 500 لما تشوف مؤشر الضخم ينزل ب3% هذا امر اللي بلفت انتباه الناس. عشان تاخذ فكره، هاي المؤشرات تعتبر دخلت ببير ماركت في حال هبطت 20%. لما احنا بنشوف الكريبتو اليوم والثاني 20% تخفيضات، هاي مؤشرات 20% تنزل، هذا بقول لك خلص بير ماركت. عشان تفهم الموضوع هون بالضبط، هذا الامر طبعا جاء مع ارتفاع لقوة الدولار، وشفنا الدولار ارتفع وإسا حاليا 106.013. فعلى شعلة صغيرة من تضخم زتين شوية بنزين مع اخبار المصارف بامريكا، وهبت الاسواق مع تصحيحات اللي انتو شايفين هون امامكم بهي الارقام الحلوة الجذابة للتعزيز. هسه ممكن ترجع بتسألني يا وليد شو دخل امريكا، شو دخل S&P 500، احنا موجودين بالعملات، شو قلنا بالمؤشرات هاي الامريكية. ببساطة البول ماركت هاي السنة كيف ما ذكرت لكم اكثر من مرة، هي برعاية بلاك روك، هو برعاية الاسواق التقليدية، خلاص يعني هذا هو الواقع. السوق الحالي يعني ارتفاع السيولة فيه فقط لانه جاي من هاي الصناديق الاستثمارية الـ ETF. لما نشوف تصحيحات بالسوق الأمريكي رح يأثر على عقلانية المستثمر نفسه اللي عم بيشتري وعم بخاطر بالبيتكوين، واللي رح يؤدي لانخفاض بالسيولة اللي عم تدخل على العملات. ولذلك شفنا انخفاض من بداية هذا الشهر لغاية هاللحظة، في عنا فوليوم اللي هو منخفض مقارنة مع شهر 3 باهتمام الناس بالصندوق الاستثماري بالبيتكوين. وهذا طبعا هيك جاي 1+1 مع جريسكيل اللي بشكل يومي عم بتبيع ما بين 75 الى 300 مليون دولار بيك لحظات بالبيتكوين، امر اللي بشكل ضغط بيعي على السوق. وفكرة انه بعدنا موجودين بسعر هو 67,000 دولار، مع كل هاي الامور اللي عم تحصل، هذا يا اعزائي امر ضخم جدا. باي سنة ثانية بالعملات الرقمية إذا شفنا هيك مبيعات واللي متكرر يوم بعد يوم، الأمور كانت بتكون بالحضيض. ولكن الفكرة إنه إحنا بعدنا مستقرين على هيك أسعار بلدي عالي بالبيتكوين، هذا بفرجي صورة واقع مختلف. طبعا هذا التصحيح بالأسعار إجا مع لكودي بالعقود الآجلة، شفنا لكودي ضخمة بتقريبا 400 مليون دولار بالعملات اللي نزل البيتكوين تقريبا 65,000، وشفنا عملات تصحح ما فوق ال 20%، عملات زي سوي اوبتيميزم واربيتروم هي من العملات اللي انا عم بتابعها، كلها نزلوا ما فوق ال 20%. وانا بالنسبه لي البارحه كنت قاعد واسوي شوبينج بهالعملات واعزز، هاي هي النظره اللي انا بشوفها. يعني بعدنا بالبول ماركت، يعني الواحد ممكن تسمع اخبار اللي تخوفك من اليسار واليمين، الواقع انه بعدنا بالبول ماركت، الواقع انه بعدنا بهذا الطريق وبعدنا بالطريق الصح، ما تغيرش ولا امر بالمخطط هذا بوقت هيك لحظات، معنا ماشي من الطريق الصح، خاصة لأنه بالأسبوع القادم علينا من المتوقع نسمع أول خبرية من هونغ كونغ إنها وافقت على أول صندوق استثماري مدعوم بالبيتكوين الحقيقي عندها، وهذا طبعا ممكن يشعل الأسواق من أول جديد ما بعد حدث الهافينج طبعا بالأسواق. شوفوا مثلا الحيتان شو عم تعمل، الحيتان الضخمة معها ما فوق 10,000 بيتكوين بمحفظتها،
عم تشتري بآخر فترة. الحيتان اللي معها ما فوق 1000 بيتكوين بمحفظتها وهي كمان عم تشتري بآخر فترة. هذا كله بفرجي استعداد لأمر اللي عم بيحصل بالسوق. واللي جاي علينا بالسوق هو الهافينج، شغلة أسبوع 8 أيام ومنوصله، وعنا هاي الخبرية من هونغ كونغ، نشوف شو راح يصير. فمن ناحية فنية نعم، بآخر فترة الاهتمام بالبيتكوين بالأسواق الأمريكية خف، بعد في فوليوم والفوليوم عالي كيف ما شايفين، ولكن مش نفس النسبة زي كيف ما كان بشهر 3، ولذلك المبيعات من جريسكال تغلبت على الشراء بهاي الصندوق. ولكن مع هيك إذا منشوف شو عم بصير بصندوق بلاك روك، بعده هناك ثابت على تقريبا 15 مليار دولار بالبيتكوين بك لحظات. المؤشرات بوقت الحالي معظمها بعدها بالأحمر، وبالسوق الأمريكي حاليا نايمين بالبورصات، فإسا فقط الناس اللي عم تشتري من كوينبيس بشكل مباشر في شراء، في ناس اللي عم بيعززوا، ولكن منشوف يوم الاثنين شو راح يصير بالضبط، لانه المهم هو شو عم بيصير بالبورصه ومش بعطله نهايه الاسبوع على هذا المؤشر. ومن ناحيه العقود الاجله نظفنا العقود الاجله، يعني اسا المقاومه بك لحظات موجوده بسعر ال 71600 ابتداء هذا السعر وما فوق، عندنا مقاومه لتقريبا نصف مليار دولار فقط بالبيتكوين بالعقود الاجله بيك اسعار، فهذا راح يكون مقاومه عاليه للناس اللي عم يسوي سكالبينج بيك لحظات. ومن ناحيه الدعوم بالبيتكوين على العقود، يعني انا اكبر داعم بحدود سعر 66000 دولار بيك لحظات، يعني قريب جدا من سعر الحالي، وتصحيح ممكن ياخذنا ببساطه لسعر 63000 دولار او 62000 دولار، لانه الدعوم الوحيد هي بيك المنطقه هناك بيك لحظات، راح افرجيك اياها على الشارت كمان شوي. من ناحيه الناس الجديده نعم، مع اللي عم بصير بالصندوق بامريكا والتصحيحات اللي عم بتصير عم بتخوف في ناس، إسا حاليا شوي بطئ الدخول عن دخول الناس الجديد، كيف ما شايفين في انخفاض باهتمام الناس بك لحظات. الباي سايكل توب انديكاتور كيف ما شايفين مؤشر بسيط بقول لك هل وصلنا القمة ولا لا بالدورة الحالية، وبعد مش وصلنا القمة بالدورة الحالية. مؤشر التو يير موفينج افريج مولتبلاير نفس الشيء، بعدنا بمنتصف الطريق بعد ما وصلناش للخط الأحمر، منطقة الحمراء اللي بقول لك وصلنا القمة بعد ما وصلناش لك منطقة. والمعدنين كيف ما شايفين عم بيبيعوا، المعدن راح يبيع دائما، بده ياخد كاش، محتاج لكاش، هذا الأمر عادي بيصير، ولكن مش عم بيبيع الناس النسب العالية كيف ما كنا نشوف زمان. شوف النسب العالية زمان احنا موجودين يعني بمبيعات اللي هي بسيطة مقارنة مع المبيعات اللي كنا نشوفها بأرقام عالية جدا. فشايفين يا أعزائي الأخبار دائما بتحب تطعم الناس على مشاعرها وعلى احساسها، لما في خوف شيء بتوتر بتفرجيك اخبار اكثر من متوتر، لما في امور جيده بتفرجي اخبار اكثر من جيده. من ناحيه مبدئيه شفنا التصحيحات والتصحيح عادي يصير، ولكن تذكر البيتكوين بهيك لحظات بعده 67000 دولار، يعني مش عم نحكي على تصحيحات الأداء الضخمه اللي تخوف الاسواق. نعم العملات البديله شافت 20-30% تصحيح، ولكن الواحد لازم يكون عنده تنوع بمحفظته، ما تنساش اداره المخاطر، ما تفوتش ب عجرفي بالأسواق وبالثقة الزائدة اللي تفكر انه خلاص انت رح تتغلب على اي سوق، واذا فتت بالعملات اللي صغيرة انت رح تكون متحكم بكل شيء، هذا الامر رح يفوتك بالحيطان بالاخر. الاستراتيجية لازم تكون متوازنة، عندك عامل مخاطرة ولكن عندك كمان عامل امان، واحدة مع التانية تحافظ على القيمة، ومش all in فقط بالعملات الصغيرة اللي باي دركمة بتنزل 50-60-70% بأسعارها. فمن ناحية الشارت البيتكوين بيكس لحظة 67500، ولكن الامر اللي من مهم ننتبه له هو نزل تحت الترند الصاعد. الترند الصاعد بيك لحظات عم بيشتغل كمقاومة للسعر الحالي، فعشان البيتكوين يرجع على الطريق الصح لازم يرجع ويسكر من فوق 68 دولار وبلش يفوت من اول جديد بهاي القناة الموجودة هنا. في حال البيتكوين ما قدرش يساوي ده الامر، هذا رح يفتح تصحيح اللي هو حر نحو أسعار اللي هي أقل من هيك. على الأسبوعي في عنا دعم بحدود سعر 62000 دولار و400 بالمنطقة هناك، في عنا دعم على الأسبوعي هذا الخط الأحمر هنا، وعلى اليومي الدعم القادم للبيتكوين بحدود سعر 59000 دولار. بأسوأ الحالات التصحيح رح ياخذنا بحدود سعر 53000 54000 بالمنطقة هون اللي على هذا الأزرق هنا. الRSI بالبيتكوين بعده مرتفع، بعد ما وصلش لتشبع اللي هو بيعي عنا شوي نزل تحت ال 50 بيك لحظات، عم نحكي على 49-48 بيك لحظات، ولكن عشان نقول وصل تشبع بيعي لازم ينزل تحت ال 30. العملات الثانيه البديله امثال اوبتيميزم او اربيتروم او سيوي، انا بعرف انه كلياتهم وصلوا لمنطقه تشبع بيعي اللي هي بين 30-20 بالRSI، بس برضو التعزيز عندي هناك على
بشكل تدريجي ومش all in، لانه بالعملات البديلة الصغيرة عندي دائما قاعدة لازم يكون تشبع باقي تحت العشرين. بالفيديو القادم ان شاء الله راح اعطيكم تحديث كامل لمحفظتي وشو عم بصير بالضبط وشو هي وين احنا موجودين بالمخطط بالضبط من ناحيتها. من ناحية الايثر كمان الايثر نزل تحت الترند الصاعد، اسا حاليا سعر 3262، لازم يسكر من فوق 3360 عشان نقول خلاص رجعنا على المنطقة اللي هي آمنة، مع انه بالبيتكوين انا ما بعززش بهيك اسعار لانه اسعار عالية، كيف ما تتذكروا البيتكوين قلت لك حدود 50 رح اعزز. بالايثر انا بالنسبة لي قاعدة تحت 3500 في تعزيز، وانا عززت على التصحيح الاخير اللي كان. في حال استمر التصحيح المنطقة القادمة رح تكون بسعر 3000 دولار للايثر، وبأسوأ الحالات بسعر 2850 بيك منطقة هون. طبعا أسوأ الحالات بالنسبة لليوم مش بالنسبة للأخبار الجديدة، فمنشوف مع الأخبار الجديدة شو راح يصير، ولكن هي الأمور اللي أنا بتابعها. على التعزيز اللي صار البارحة راح أخذ ربحي على 3542، هذا معناته ارتفاع اللي هو تقريبا 10% بالسعر مقارنة مع سعر التعزيز الأخير اللي عملته، لأنه دائما معي محفظتين. تذكر عندي محفظة للمضاربة، محفظة للاستثمار. التعزيز بصير على التنتين، ولكن واحدة منهن ببيع مش بس بحتفظ فيها. هذا هو أعزائي، هذا هو اللي حصل بالأسواق. نعم الأمر ممكن خوفك في حال أنت موجود بالعملات البديلة الصغيرة مع الأرقام هاي الكبيرة شفنا فيها تصحيح، وخاصة لأنه في إسا هيمنة البيتكوين بارتفاع، ولكن تذكر هيمنة البيتكوين بارتفاع لأنه عندنا حدث مهم اللي بخص البيتكوين، عندنا الهافينج بالبيتكوين وعندنا الصندوق الاستثماري مدعوم البيتكوين بهونغ كونغ، فبشكل عادي نشوف هناك الأموال تتجه نحو مصدر الربح بهيك فترات، مش هيك؟ الواحد مش راح يضلوا على عملات صغيرة لما الأموال عم تروح نحو البيتكوين بهيك لحظات، بس دائما كنا نشوف بعد ما يحصلوا شوية ربح بالبيتكوين يشوف السيولة تدخل على العملات البديلة وتنتعش. استغل تصحيحات فاليو افريجينج على دفعات، نزل من متوسط اسعار استثمارك واستعد للموجة الجاية علينا عن قريب ان شاء الله. هذا هو اعزائي، هذا كان بفيديو اليوم، بتأمل انك استفدت، دعمت الفيديو بلايك، اشترك بالقناة على طريق سبسكرايب تحت، ومشكور على وقتك ومع السلامة.